روح على الجبهة دي يشتوف. نعم قوم نحن منا لو نحن درويش نحن عمالنا بالشارع خسرتنا بيتنا بقلب الجبل ومنا لو كعادته يغير طيران النظام على الأحياء في حلب رغم بعدها عن الجبهات ودون اكتراث لأرواح المدنيين الذين يقضون يوميا ببراميل عشوائية هنا وهناك. قصف اليوم كقصف الأمس استهدف المباني السكنية في المنطقة ذاتها قرب دوار الحلوانية في حي طريق الباب ليبلغ عدد الضحايا 6 مدنيين بينهم طفل كان يبيع البسكويت في المنطقة. مات ولد عمره 10 سنين بيع بسكويت هوني؟ هنيك الضربة اي فمو حرام لا حرام بيع بسكويت عم بعيش اهله عم بعيش مو حرام طيب؟ تواجد الآثار قرب دوار الحلوانية في منطقة تدعى خان البقر لم تمنع النظام من قصفها ليضاف الخان إلى قائمة الأماكن الأثرية التي انتهكت حرمتها البراميل المتفجرة. كنا نايمين ما نلاقي ولا رجعنا البراميل وفيقنا كلياتنا زلنا نشوف ولا لقينا الضحايا بالأراضي. براميل متفجرة تطال البشر والحجر وحتى الحيوانات بعضها يموت وبعضها يخرج من بين الأنقاض لتشهد على منازل غدت أثرا بعد عين. السيارة راحت أنا وعمرين الحمد لله سلام الله بعوض الله بعوض الله كبير الله كل ظالم. إصرار وعزيمة على مواصلة الحياة تبدو جلية في إزالة الأهالي لما خلفه القصف من خراب ولكن القهر والدموع الباديان في وجوههم أصعب من أن يمحوها النسيان.